اهلا بكم من جديد. عندنا ثلاث قضايا كبيره في ثلاث مناطق ساخنه، قطر وبعدين في تركيا وبعدين ما بين تركيا وكندا. خلوني ابدا بقطر. النهارده الخبر اللي طلع كان استقاله عبد الله بن ناصر الثاني رئيس وزراء قطر، وده امر غريب لانه الواقع وما جرى انه عبد الله بن ناصر قال تاني اللي هو رئيس الوزراء القطري اقيل، طردوه مشوه، يعني بلغه يعني اخواننا في الخليج كده ايه، فنشوه. وجه مكانه خالد بن خليفه بن عبد العزيز قال تاني، يعني هي العيله في بعضها زي ما انتم عارفين. طيب اول معلومات طلعت كده فقال والله انه عبد الله بن ناصر مش عاجبه التواجد التركي في قطر. وتستغربوا مثلا من هذه التغريده اللي اوريها لحضراتكم، انه ليه تميم كرش عبد الله بن ناصر؟ ليه مشاه؟ هو رئيس الوزراء القطر، ليه مشاه؟ ورونا كده نقرا. قال لك كلمه في مجلس خاص تسببت في إقالة عبد الله بن ناصر من رئاسة الوزراء في قطر. قال إيه؟ قال في عزاء والدته للموجودين: أخاف نندم على جاية الأتراك ولا يطلعون بعدين. فالراجل والدته توفت وعامل عزاء والناس موجودين، ففي العزاء قال لهم: أخاف نندم على جاية الأتراك. أنتوا عارفين جاية الأتراك دي مش قليلة في قطر، ده في جيش من تركيا موجود بيأمن وبيحرس، وفي قاعدة عسكرية هناك، قاعدة خالد بن الوليد، قاعدة عسكرية. فالناس في قطر شايفين انه هذا التواجد التركي يمكن ان يتحول الى احتلال لقطر في يوم من الايام. فالراجل فضفض، يعني كلمة، شايف انه في خطر. لما جمعنا معلومات عن هذا الموضوع لقينا ان المسألة مش كده بس، والمعلومات اللي هقولها لحضراتكم الان يعني مش هتلاقوها في اي موقع ولا اي تواصل اجتماعي ولا حاجة، مش عبقرية يعني، بس اهو المصادر اللي عندنا وضحت انه طرد عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء القطري من منصبه تم لاسباب خارجية وأسباب داخلية. إيه الأسباب الخارجية؟ خلينا نقرأ كده مع بعض وبالراحة. إنه تميم مشى عبد الله بن ناصر ده لأنه فشل في إنهاء خطة تميم باحتواء أزمة الرباعي العربي، خصوصا أن رئيس الوزراء عبر في أكثر من مرة لخطورة التوغل التركي في قطر، وعبر عن ده تحديدا أثناء لقاء جمعه مع وزير خارجية تركيا في لقاء لم يعلن عنه في اسطنبول يوم 11 يناير اللي فات بحضور وزير خارجية قطر وإيران محمد جواد ظريف. فالكلام يبقى الكلام إيه؟ مش مجرد في عزة، لا، ده عبد الله بن ناصر كان موجود مع وزير خارجية تركيا يوم 11 يناير في اسطنبول، وكان موجود وزير خارجية قطر و وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ويعني أبدى استياءه وتحدث عن خطورة التغول التركي في قطر، ده أول حاجة. وبعدين لم يكن عبد الله بن ناصر ولا وزير خارجيته، وزير خارجية قطر، على قدرة كبيرة بتوجيه أدوات قطر، خلي بالكم الحتة دي، لإنهاك مصر عبر أزرع قطر في تركيا إعلاميا أو اقتصاديا عبر ضرب الاقتصاد المصري. وهنا بقى أقول لكم إنه ده طبيعي بعد أيام من فشل الدعوات لنشر الفوضى والتخريب في مصر 25 يناير، لأنه الراجل وزير رئيس الوزراء ووزير الخارجية بتاعه، ممكن وزير الخارجية بعد شوية يمشي، قال لك الناس دي ما قدروش، رغم إن هم متوفر لهم كل الإمكانيات، ما قدروش على إنهاك مصر اعلاميا وسياسيا واقتصاديا رغم اللي متوفر له. فده السبب الثاني. بس السبب الاولاني انه الراجل معترض على التغول التركي، شايف انه دول ممكن يحتلوهم بسهوله، وعنده حق في الحكايه دي. لكن هو كمان بالنسبه لتميم فشل في انهاك مصر.
طب تيجي للسبب الثالث، انه رئيس الوزراء القطري كمان فشل في ليبيا. ليه فشل في ليبيا؟ لانه ما قدرش يقنع المانيا والدول الاوروبيه بان تكون شريكا لمجموعه 5+5، وانفرط العقد بتاع الدوحه اسطنبول السراق زي ما انتم شايفين كده. راحت برلين وبعدين راحوا موسكو وبعدين راحوا برلين وبعدين الامور رجعت تاني لنقطه الصفر تقريبا، فما نجحوش في ليبيا. طيب بعد كده دي بقى نقطه خطيره، لانه أردوغان لما زار الجزائر الأسبوع اللي فات تاني يوم على طول كان وزير خارجية الإمارات في الجزائر. عمل إيه بقى وزير خارجية الإمارات في الجزائر؟ كشف للقيادة الجزائرية بشكل واضح، كشف للقيادة الجزائرية حجم التغلغل القطري في الجزائر، وكشف قائمة بأسماء عدد كبير من المرتبطين بجماعة الإخوان في تركيا والعاملين داخل الدولة الجزائرية والذين يسعون لدعم حكومة السراج عبر بوابة الجزائر. شيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي كشف للجزائريين كمان حجم التوغل القطري والمخابرات القطرية اللي غطت أعمالها طول السنة اللي فاتت في الجزائر من خلال شركات صرافة وسياحة، وقدمت مساعدات كبيرة لحكومة السراج وجماعة الإخوان في تونس مستغلة أحداث الجزائر اللي كانت موجودة خلال السنة اللي فاتت. فاحنا هنا الشيخ عبد الله بن زايد راح الجزائر وفضح قطر بشكل واضح جدا امام الاداره الجزائريه، قال له دول الناس اللي بيدعموا الاخوان، دول الناس اللي بيدعموا السراج، دول الناس اللي عاوزين يدخلوا الاتراك عبر بوابه الجزائر لاحتلال ليبيا، فكشف قائمه واضحه جدا. طيب كمان على المستوى الخارجي، انه وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن فشل في إحداث جبهة عربية. كويس؟ يعني هو أنت عندك محور عربي رباعي، هو مصر، السعودية، الإمارات، البحرين. قطر من خلال وزير خارجيتها اللي هو شغال مع عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء اللي أقلوه، كانوا عاوزين يعملوا حلف عربي، جبهة عربية تضم مين بقى؟ العراق ولبنان وليبيا والكويت وعمان والسودان والجزائر وتونس والصومال والمغرب، فيعملوا بيهم جبهة ضد التحالف الايه الرباعي. فما عرفوش، فجي قال له كده انت فشلت فشل ذريع خارجيا، فمع السلامة. طب داخليا بقى، داخليا هنا هذه الإقالة بتعبر عن حالة تصدع وخوف داخل الأسرة الحاكمة في قطر. انتوا عارفين أسرة مع بعضهم، يعني لا حكم ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا بتاع ولا. طيب فداخليا أول سبب لإقالة عبد الله بن ناصر هو خوف تميم من أسرة آل ناصر اللي بتربطها علاقات كبيرة بعائلة الملك سلمان، والخوف من الانقلاب على تميم، لانه آل ناصر اللي هو منهم عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء بتربط عائلته علاقات بعائله الملك سلمان، بالملك سلمان في السعوديه، فهو الراجل الانمن. ده رقم واحد. رقم اتنين، انه في رغبه كبيره جدا عند تميم بعدم ظهور اي شخصيه قويه، خصوصا بعد اكثر من تصريح من عبد الله بن ناصر رافض لجعل قطر منصة إيرانية ضد الخليج. وكمان إيه المعلومات اللي تسربت، يبدو إنها تسربت من مجلس الوزراء، إنه تميم عنده نية يدفع تعويضات لأسر الضحايا بتاعت الطائرة الأوكرانية. فاكرين أنتوا الطيارة اللي إيه اللي اتفجرت دي يوم ما عملوا الهجوم على القاعدة العسكرية في العراق انتقاما لقاسم سليماني، واعترفت إيران بأن هي اللي فجرتها بالغلط. فراح تميم يعرض انه يدفع التعويضات، لان دي تعويضات بالمليارات. ده رقم اتنين. رقم تلاتة وده مهم جدا، انه تميم بيعمل تحرك داخل النظام بتاعه لانه في خوف ابدته الشيخة موزة من عودة الامير الاب الشيخ حمد بن خليفة، وعودة رئيس وزراءه ووزير خارجيته حمد بن جاسم
بعد نشر مجموعة من الفيديوهات بيظهر فيها حمد ووزير خارجيته السابق وهو ما أظهر تعاطف شعبي كبير ومطالب بتصحيح الأوضاع في قطر. إذن إحنا مش قدام مجرد قرار باستقالة أو إقالة رئيس وزراء قطر، لا، أنت قدام تفاعل سياسي بيحصل هناك فشل على المستويات الخارجية، ومنها ما يخص مصر، إن هم فشلوا في إرباك وإنهاك مصر رغم كل اللي صرفوه وبيصرفوه على الإعلام وعلى العيال الصيع اللي هناك. وداخليا إنه في حالة من القلق والتوتر اللي موجودة داخل النظام القطري، أن طبعا كل ما أتمناه أن يزول هذا النظام في 60 دهي بصراحة، يعني هذا النظام نظام يعني عدائي وتآمري وحاقد وأسود بشكل كبير جدا، ويكن كل الكراهية لمصر. وعلى فكرة شعب وحكومة ونظام، يعني يقول لك ايه، اصل احنا مشكلتنا مش مع الشعب المصري، لا، انتوا مشكلتكم مع الشعب المصري ومشكلة الشعب المصري معاكم. فيعني خلينا نتفرج على الخيط اللي بيكر ده.